السلام عليكم، كيفكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وصحه جيده. اليوم ان شاء الله راني جايه نبارك لكم اصحاب السيزيان، نقول لهم الف الف مبروك كاع اللي ربحوا في السيزيان، وان شاء الله حقوا بالاصحاب البي وصحاب الباك، ولهم فوت اصحاب الباك نقول لهم ربي يوفقكم، اللي يوفقكم حلوه خفيفه ظريفه مليحه المناسبات مليحه الافراح تاع هذا تاع اصحاب الباك وصحاب البي، نقول لهم ربي ينجحكم. اللي باغي تعرف طريقه التحضير ما عليكم غير تتابعوا الوصفه من الاول للاخير، خاطر كاين بزاف راهم يجوني لي كومونتير يقولوا لي شعل السعر وش كي هذيك الطريقه وكذا تدي طريقه، قولوا تابعوا الفيديو باش تعرفوا كلش بالتفصيل ممل مع جميع الاصناف نجاح الحلوه. نتمنى لكم فرجه ممتعه. نبدا بسم الله بالمقادير. انا دايره 125 غرام تاع زبده طريه درجه حراره الغرفه، وثلاث مغارف كبار تاع سكر كلاصي، وحبه بيض. خلطوا جميع المقادير مع بعض بهذا الشكل، تندمج جيدا. انا نعطيكم غير كميه قليله اللي يبغى تضاعف المقادير لكم الاختيار. خلطوا مليح. ايوا خلطوا مليح. دوك شنو نديرو؟ هذا عطر الكراميل، هادو اللي يخدموا بهم يديروا بهم المثلجات، ولا ما عندكش ديري عطر الكراميل. كم عارفين الكراميل والحلو السكر كيتواجدوا مليح، حوالي ملعقه صغيره. هذا الشكل ندوبو ثاني الحلو السكر تاعنا. ها الحلو السكر تقدري ديري 3 مغارف، تقدري ديري حساب كبير اللي عندك، هي كل ما كثرتي فيها حلو السكر تكون احسن. كي تكثري حلو السكر ديري حسابك بلي تنقصي في السكر. هكا نديرو كوكيل كون حمص على هاد الشكل، ونديرو المايزينا 3 مغارف اللي هي النشا. هذا تخصيصا لصحاب السيزيان، ان شاء الله باذن الله ينجحوا كاع ويفرحوا بهم كاع ان شاء الله، وعقوبة الفرحة الكبار البريم والباك. كما تعرفوني بلي انا قلت لهم يشوفوني صحاب السيزيان اكثر من يشوفوني صحاب الباك. هنا ملعقة تاع نص ملعقة نص كيس تاع خميرة كيميائية، ولا نص ملعقة والليمون بالفعين. ليمون جيدا تحصلوا على عجينة طرية ومولي معاكم. هاي العجينة تحصلنا عليها تكون طرية بهذا الشكل، دوك نورقوها نولي معاكم. هاي ورقناها، نجيبو الطابع هذا تاع مرايا، خاطر هادو الطوابع خرجوا في شعر وكاين غير حلويات منها وحده اللي قلنا نجددو باش الطوابع تاعنا ما نكرهوش منهم بهذا الشكل. انا طبعت كاع هادي، دوك نديرهم في بلاي طيبو. الكوشه ديجا تكون حاميه. كل واحد دائما نقولها لكم ونعاودكم، كل واحد يعرف الفرن تاعه، غير قسمي يحمرنا شويه ونولو مع بعض كي يطيبو كاع نولو مع بعض نسقو. الكاطو تاعنا راه يطيب، دخلته في الفرن الطابو راه يطيب، وفي نفس الوقت كنت ذوبت كميه من الشوكولا درتها في لابوش وغادي نديرها في هذه المول تاع المرايا بهذا الشكل. طيب فاسيمو بهذا الشكل، هذا الشكل تحصلوا عليه. انت ديك خدمت كلاصه تاع شوكولا الملمع غذائي الاصفر، نجيبو الحبة تاعنا ندهنهم مليح بهذا الشكل هكا. هذا الشكل تحصلنا عليه. انا نكمل كاع كميه ونولي معكم. هاي ذوبت كميه من الشوكولا درتها كلاصاج هذا الشكل، وهنا الكاطو تاعنا لصقت حبه بالحبه بالمعجون، ودروك نزوقوهم بهذا الموتيف
تاع مبروك النجاح، والله ينجح كاع وليداتنا. واش نديرو؟ نجيبو الحوت تاعنا هكا، نعاود نغطي الحب الزوجة بهذا الشكل هكا. غاديكم معاكم غير الحبات، من بعد نكملو الكمية. نشوف تاعي دوك هو كي بشكل دائري، بصح انا عاد باغي نخلي هكا شكل مربع، نحطه بهذا الشكل هكا، نزيدو هذا انا نكمل بهذه الكميه كاع، بعد نولو مع بعض نوري لكم في صحن التقديم. نهائيه الحوت تاعنا بعد ما درتها في الكيسات قدموها بهذا الشكل، مليحة لهذ النجاحات، ربي يوفق كل واحد. وبالنسبة لأصحاب المشاريع وكاع، هذه الكمية درتها لكم قطعت لي حوالي 50 25 حبة، وللسعر أنا نبيعها 79 في الكيلو و 83 في الكيلو. ولا جاو هاد لافيديو يوم لهم تسجلوا لي جاو لي كومونتير، بارطاجوا مع احبائي، تعملوا فائده الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو اخر ان شاء الله.